اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حكي على المكشوف. الديمقراطيه حريه التعبير وابداء الراي كفلتها القوانين والاعراف الدوليه والشعوب المتحضره وفي فلسطين التي تكفل حريه التعبير بقوانينها ما زال هناك فهم خاطئ على ما يبدو لهذا الحق لدى السلطه التنفيذيه ولدى الجمهور في آن معا. وفي فلسطين ايضا ورغم ان اعلى الهرم السياسي تحدث عن حق الناس في التعبير والاعتراض على اي شيء ضمن القانون الا ان بعض من يطبقون القانون يحتاجون ربما الى دورات في هذا المجال وكذلك المعترضين فلا يعني ابدا بالقانون ان يتعرض من يتظاهر ضد المفاوضات مثلا الى الضرب ولا يعني بالمقابل ان يتهجم ويتهم المتظاهر رجال الامن بالخيانه والعماله والشتائم ولا يليق بفتياتنا الفلسطينيات وشبابنا المشهود لهم بالوطنيه مهما كانت الظروف ان يقارنوا في هتافاتهم بين الاجهزه الامنيه الفلسطينيه التي قدمت ما يقرب من ثلاثه الاف شهيد واكثر من الف اسير وبين جيش الاحتلال وايضا لا يجوز ان يتم استخدام صور بعض الفتيات المتظاهرات ووصفهن بأوصاف لا تليق بمجتمعنا الفلسطيني من قبل البعض رغم ما ارتكبنا من أخطاء نحن بحاجة لأن نختلف وأن نصحح ونصوب المسار نحن بحاجة أن نقول لمسؤولينا نقبل بهذا ولا نقبل بذاك إن اختلفنا معهم لكن أيضا علينا أن نقبل بحكم الأغلبية فهذه هي الديمقراطية سيكون معي عديد من الضيوف أبدأ بداية بريتا أبو غوش ونيفين عايش ناشطتين شبابيتين أهلا وسهلا بكم استمعتوا للمقدمة صحيح انتم بتشاركوا في المظاهرات وخلنا نحكي بداية عن المظاهرة الأخيرة أنا شفت صور هاي المظاهرة وشفت صور لكم في نفس الوقت عم تتصدوا لجنود الاحتلال في مظاهرات أخرى يعني موقف مختلف موقف الواقع الفلسطيني شائك يعني احنا تحت الاحتلال احياناً بدك تجابه الاحتلال لازم نجابه بشكل مستمر لانه هو الاحتلال واحياناً في قضايا مطلبية ومعيشية وسياسية بدنا نواجه سلطتنا الموجودة على الارض نفهم ما قمتم فيه بشكل كتير خاطئ و... بديش احكي يعني بعضكم نشر صور له ووصفتم باوصاف غير لائقه وانتم كمان تصرفتوا ونطقتوا بالفاظ غير لائقه هل تعتقدوا انه من خلال هذا انتم ممكن توصلوا اللي بدكم اياه مين يعني فيكم تحكوا بحريه ببلش اوكي اول شيء ردا على كل اللي حكيته انه ببلش بحكي لك انه زي ما انت حكيت اول شيء هاي مش اول مظاهره انا بنزل فيها وكثير تعرضت لقمع واضطهاد وضرب من قوات الاحتلال لكن كانت الصدمة هاي المرة كثير أكبر لما ابن بلدي هو اللي بتعرض لي بضرب مبرح تحرشات جنسية ألفاظ نابية اتهام بالشرف بالشرف اتهام بالعرض الألفاظ مش ممكن اي فلسطيني انه يقبلها انه ينحكى عنه او عن شرفه بهاي الطريقه يمكن كان في رده فعل مضاعفه تجاه هاي الافعال لكن الحملات التشهير والهتك الاعراض اللي قامت فيها جهات غير معلومه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من صور لمتظاهرات للمسبات للمطالبات الغريبة اللي الناس توجهوا فيها كانت زائدة عن الحد زائد عن أي كلام ممكن أي بني آدم يستوعبه غير هيك إنه لما بتيجي بدك تطلع على الموضوع التشهير اللي تم بدك تطلع مين؟ أنا رح آجي نيفين لموضوع ما بعد المظاهرة ولكن أنا بدي تشتركوا تنتين بال يعني آآ 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 ما بعرف المخرج ممكن يعرض لنا جزء من المظاهرة وبتامل انه ما يستخدم الصوت لانه ما بدنا نستخدم الصوت واحنا بنحاول نحل إشكالية صحيح آه، انتوا انا استمعت للمظاهره تماما وانا آه، رقبت المظاهره من بدايتها آه، الشرطه آه، اللي كانت لابسه يعني الشرطه الخاصه طلبت من المتظاهرين انه بامكانهم يتوجهوا ويتظاهروا في آه، ساحه الامم يعني صحيح. مش هيك صحيح. ما بعرف حقكم انتو حقكم انتم تقولوا بدنا نظاهر هون او ما بدناش وحق الشرطه بسبب بغض النظر يعني تفضلي لكن آآ 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 البعض تصرف يعني خلينا نشوف احنا يعني هي فيك تعلقي انت تفضلي وبعدين احنا بنكمل خلينا نبلش احنا نحكي عن المسيره بشكل عام عشان نحكي ايش صار فيها. صار في دعوات بالتوجه من دوار الشهيد ياسر عرفات باتجاه المقاطعه لرفض نهج المفاوضات بالاضافه لاستنكار لا الاستهتار بدماء الشهداء الاربعه اللي سقطوا في المخيمات، ثلاثه منهم بمخيم قلندي على ايدي قوات الاحتلال الصهيوني واحدهم في مخيم عسكر على ايدي احد الاجهزه الامنيه وطبعا الشاب كان اسير محرر لمده ست سنين بدنا ناخذ بعين الاعتبار الاقتحام اللي كان موجود في الشارع احتقان ب... احتقان عفوا بالموجود ب... بالشارع توجهت المسيرة صدمنا لأول مرة طبعا عادة إحنا بنتوجه وبتم قمعنا من بداية المسيرة بالتوجه للمقاطعة على غير عادة واجهنا أحد الضباط بيطلب منا بالتوجه لساحة الأمم براحة حرية التعبير ولكن اجمع نوعا ما المتظاهرين والمتظاهرات على التصميم بالتوجه لمقر المقاطعه علما انه ابواب مقر الرئاسه مفتوح للكثير من الضيوف قبل فتره بنسمع انه ابواب المقاطعه انفتحت لقيادات من الاحتلال الصهيوني فاعتقد انه كان مرحب فينا كاحنا كمعارضه فلسطينيه نعبر عن راينا ونرفض نهج المفاوضات اللي بخلي بتنازل عن اهم ق... حقوق للشعب الفلسطيني. اولا انت ما فيك تقولي انه بتنا... انا ما بدي احكي لك وهون دور الوعي الفلسطيني، في مفاوضات هل يعني هون بنيجي بنقول في تنازل او ما في شيء تنازل، المفاوضات موجوده والمفاوضات مش مخبيه يعني عم بتتم على ظهر الحيط، يعني تمام. مش انه ناس عم بتخب... بتفاوضوا تحت الطاوله. اقرب نقطه أه... كان ممكن توصلوها هي ساحه الامم، يعني انتم مراسقين للمقاطعه والشرطه قالت لكم تفضلوا على المقاطعه. ممكن انتم رفضتوا تتوجهوا للمقاطعه، يعني والشرطه عندها تعليمات بالتعامل معكم هاي المره بطريقه مختلفه، تفضلوا تظاهروا بساحه الامم، لكن في نفس الوقت انتم بدكم تروحوا على المقاطعه، طب يعني مش يعني هو في النهايه الشرطي هذا او الجندي هو مامور. هون بلش الحكي من البعض من بعض المتظاهرين وبعض المتظاهرات بانه اه لبعض ال 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 انت عميل او ينعم كذا او الى اخره وهون ايضا لاحظنا حتى حتى في عقليه الفلسطيني يعني بجوز انت تعرضتي السلام عليك للضرب بس حتى في عقليه الفلسطيني اذا احنا بنشوف الصور كنتوا الصبايا انتم بالمقدمه والشباب في الخلف وكان لا يعني بالرغم من كل اللي بتعملوه كان محاوله الضرب اذا في ضرب للشباب. غير صحيح. انا بحكي عن الصور، انا بحكي بعدين شو صار شو كذا الى اخره بس حتى انا بحكي في العقليه العامه انه في النهايه هو ما بده يتعامل مع البنت بهاي الطريقه وكان مستهجن ايضا مشان حتى نحكي اللي قلنا ونحكي اللي علينا. كان مستهجن بغض النظر. اذا انتم صبايا مسيسات والى اخره مستهجنه لنفترض انه الشرطه زي ما انت بتحكي على غير العاده الشرطه رحبت فينا مش هيك انت حكيت لي هلا رحبت, رحبت فينا, فينا إنو... توجه الى ساحه الامم اللي هي اقرب نقطه للمقاطعه اعتقد انه يحق لاي فلسطيني انه يتظاهر في اي مكان لا يوجد اي قانون بيمنع اي فلسطيني انه يتظاهر في اي مكان حتى في جوا المقاطعه في بس أنت عندي إنو... لا احنا حتى... مش جوا المقاطعه عندي مداخله صغيره لك موضوع انه كان الفتيات في المقدمه لازم ناخذ في الاعتبار انه الصور اللي انتقلت للاعلام مش كامله تقدر انت ترجع لكثير من الصور اللي بتبين المتظاهرين اول صدام صار مع الصف الاول من العناصر مكافحة الشغب تم من البداية ضرب الهروات على الرؤوس وأكبر دليل كان وجود ثلاث إصابات على الرؤوس من الشبان بالإضافة لإحدى الفتيات اللي تعرضت لكسر في معصمها بعدها صار في تراجع من الشبان وتقدمت الفتيات هذا لازم ناخده بعين الاعتبار بعدها صار الضرب لانه كان في كثير من وسائل الاعلام اللي كانت موجوده صار صف الضرب مش مباشره من فوق اكثر مما هو كان عن طريق انه كانوا يرفعوا الدرع والمهاجم كانت تتم للبنات من الاسفل على الاجرين على منطقه الركبه اللي ممكن تنكسر على هاي العظام طيب يعني انا اللي بدي احكي أنتو الرساله اللي بتكونوا توصلوها هل بتعتقدوا يعني كانت وسائل الاعلام يعني انا لا بقدر اخفي الصور ولا انت بتقدري تغيري الحقيقه صور موجوده وبالتالي شو موجود عند الكل يعني احنا عم نحاول نعرض صور اخذناها كمان مش بس صورنا اخذنا كمان صور من الانترنت وعرضنا صور مختلفه حتى نبين الـ الـ وكنا عادلين بين الجهتين يعني شو الشرطه ضربت عم نفرجي وشو انتم حكيتوا يعني ما احنا مش دورنا هون نيجي ونفرجي شو المتظاهرين حكيوا وشو الشرطة عملت لكن أنا اللي بدي أحكيه هل أنت كناشطة فلسطينية وأنت كناشطة فلسطينية ومن حقق التظاهر وهذا بكفل القانون يعني مش على خاطر الشرطة ولا على خاطر الأجهزة الأمنية أنها تمنع المظاهرة في قانون بيعطي حق للمواطن يظهر أنا حر أنا ضد المفاوضات بديش مفاوضات بقدر أطلع وأعبر وأقول ما بدي المفاوضات وأنا ضدها ولكن أنتو كفتيات وكشباب تظهر هل تعتقدي انه بالطريقه اللي تمت بغض النظر ما نقل على وسائل الاعلام. الطريقه الالفاظ اللي استخدمت هل هي هاي اللي ممكن يعني خليني احكيها بطريقه تانية كثير كان في تعاطف مع الشباب دائما حتى وان كنت ضد الاجهزه الامنيه، لكن هلا حتى الحاله الشعبيه مش مضامنة معكم. أنتوا شو بتقولوا لهذول الناس؟ على اللي شافوه على التلفزيونات. هذا هو انه انا بلشت احكي لك انه زي ما حكيت لك مش اول مظاهرات احنا بننزل فيها وغير هيك كل القمع اللي ممكن انا عمري تعرضت له او الضرب او الاهانه اللي تعرضت لها من جنود الاحتلال كانت مضاعفه بالنسبه لإلي لأ لما طلعت من ابن بلدي انه يمد ايده علي اتهم في شرفي اتهم في عرضي ويتم التلفظ علي بألفاظ نابيه من الطبيعي وانا ما بتوقع من اي فلسطيني تاني انه ردة فعله تكون غير هيك انه ردة فعله تكون مضاعفة على الكلام طيب هذا يعني انتي انا عندي اسمحي انا هو وانا هون في سؤال كمان مش تجاوبوني يعني. عليه كمان آه لانه لحد هلا رح يكون معنا ناطق باسم الاجهزة الامنية اللي آه. وعدنا نضميره. ورح يكون معنا ممثل عن آه مؤسسة مؤسسة حقوقية ورح يكون معنا ايضا حد من الشباب موجود يعني في يستكمل معنا الحلقة ولكن وفي آه مظاهرات عديده كان دائما في الفاظ غير مقبوله تتوجه الى الاجهزه الامنيه بالعماله والخيانه وأنهم يعني بنفس المعيار اللي بدك تتعاملي فيه بدك تنظري الى الاخر يعني هون في علشان هيك انا بحكي وفي المقدمه حكيت انه الفهم فهمنا للديمقراطيه وحريه التعبير هي ربما خاطئه من الطرفين يعني من حقك التظاهر ولكن مش من حقي اخون وخاصه في حالتنا الفلسطينيه بحب احكي شغله صغيره بموضوع الازدواجيه اللي عم بيصير فيش ولا اي حدا بيقدر يبرر الشتائم او السب الذات الالهيه اللي اللي بدر عن عن بعض النشطاء ولكن لا يوجد ولا اي مصور اعلامي قدر انه ينقل صوره الاجهزه الامنيه ومش كلهم بعض العناصر اللي تلفظوا بالفاظ وايحاءات جنسيه وقدر اتجاه البنات بلاش ليش تم اختزال المشهد وتحييد المظاهرة وسببها اللي طلعت فيه في تقرير لا يتجاوز الثمان دقائق و60 ثانية من من الشتائم وتم تجاهل تجاهل تام لجميع الشتائم والضرب والتحرش اللي اللي بدر من اي عناصر الاجهزه الامنيه بالاضافه للعناصر اللي كانوا بالزي المدني. احنا هون هي بنعطيك الحق تحكي وراح هذا السؤال كمان نوجهه واحنا ما بنقول هون في البرنامج قاعدين ولا بنقول انه احنا حكينا تماما انه الجهتين آآ آآ في عندهم فهم يعني انا من حقي الظاهر ضد آآ آآ ضد غلا الاسعار او ضد اوسلو او ضد المفاوضات او ضد اي شيء بدي اياه انا من حقي انه الظاهر كمجموعه او كافراد او الى اخره هون انا بحكي الفهم الخاطئ ايضا ما بحق لجهاز الامن وعنصر الامن يتلفظ بهاي الالفاظ، وايضا ما بحق للمتظاهر انه يتلفظ بهاي الالفاظ، وبالتالي يعني هون ربما احنا بنحتاج الان اوز الموجوده او الى اخره يعملوا دروس في التوعيه، بعرفش لجان حقوق الانسان الموجوده، يعني, <applause> <التحقيق> يعني تفهم الشباب وتفهم العناصر الامنيه انه في معايير وفي ضوابط لالو كجهاز امن وانا كشاب او متظاهر إلي كمان معايير وضوابط. تفضلي. بس استكمالا للمداخله اللي هي حكتها الفكره انه تم لاحقا بعد المظاهره تحييد الموضوع الاساسي اللي نزلت عشانه المظاهره الى شيء اخر لا انهم يقيموا الانتباه عن السبب الرئيسي اللي نزلت عشانه المظاهره اللي هو رفض المفاوضات وكانت جنازه رمزيه لاربع شهداء. فلسطينيين. طيب. هذا الكلام كان هيك أنت عم تحكي على الهوا على قناة فلسطينية، فيك تحكي اللي بدك إياه، فيك تقولي أنا ضد المفاوضات، وفيك تعبري عن وجهة نظرك بالطريقة اللي بدك إياها. صحيح. يعني أنا عم بحكي وهذا ال... وهي قناة فلسطينية رح تكون دائما من برا للفلسطينيين يحكوا اللي بدهم إياه بالطريقة اللي بدهم إياها، لأنه في حرية تعبير. في في البلد حريه التعبير لما انا بعرف حدودي وانه ما اعتدي على الاخرين انا بقدر اعبر عن وجهه نظري بالطريقه اللي بدي اياها ومن هون يعني من هون احنا دعيناكم لتحكوا تعبروا عن وجهه نظركم اذا كانت ضد المفاوضات اذا كانت ضد السلطه اذا كانت ضد فتح ولا اذا كانت ضد حماس ولا اذا كانت ضد الشعبيه او بغض النظر فيك تعبري عن وجهه نظرك بالطريقه اللي بتشوفيها مناسبه بدي ب... تحكوا كلمه اخيره ك... حتى كلمه اخيره انا بتخيل ولا حد بيطلع له انه يسب الذات الالهيه والى اخره، ولكن بدنا ناخذ كثير اشياء بعين الاعتبار. يعني قضيه الذات الالهيه ما في حد بيطلع له بدون اي اعتبار؟ خليني اكمل عشان انا برضه ما اخذت حقي بالشارع اني احكي فخليني احكي هون بما انه هذا منبر. بدنا ناخذ في عين الاعتبار انه العناصر تمام؟ انا لما يجي عنصر انا مش طابه فيه يضربني من تحت بعيدا عن الكاميرات كاميرات بتصور بعض العناصر اللي بيوزعوا مي وكاميرات تجاهلت تماما ضرب وقمع الفتيات والشبان اللي كانوا بيتظاهروا هل انا متوقع مني ابتسم ابتسم للشرطي اقول له شكرا انك ضربتني ابن بلدي لا اعتقد انا الي الحريه الكامله بني اعبر عن رايي تمام لازم يكون في انضباط بالميدان ما حدا بيخلف على هاي النقطه ولكن انا مستحيل مستحيل يتعرض لابن بلدي بالشتائم بالإيحاءات بالتحرش بالضرب بعيدا عن الكاميرات وأتهاجم لاحقا من جميع أبناء شعبي ب... ب... بألفاظ مرفوضة تماما لمجرد أني أنا رديت طب ماشي كانت ردة فعل إيش كان الفعل وين دور الإعلام أنه يعرض إيش كان الفعل ليش الفتاة الفلانية عملت هيك ليش الفتاة ضربت الشرطي احنا بدنا ابتعاد مثلا مثال صغير لما خرج مجموعه من الشبان والفتيات انهم يسكروا المحلات حدادا على ارواح الشهداء الشهداء مخيم قلنديا قوبلنا بالشتائم قوبلنا بسب الذات الالهيه من الكثير من اصحاب المحال لكن ما نفتح الموضوع ليش؟ لانه يعني هم رجال احنا بنات هذا مجتمع شرقي، بدنا نبتعد عن المعايير الازدواجيه والشيزوفرينيا اللي بيعاني يعني قضية انه سب الذات الالهيه مرفوضه من كان من رجل او من ست او من كذا يعني أحيان هذا بدي. هذا مرفوض يعني يعني انت عم بت يعني بمعنى او باخر انت عم بدك تقولي انه اذا صار اي خطا منا في قضيه سب الذات الالهيه أنا مش بموقع تبرير صراحة، أنا بموقع أجي أحكي إيش صار، إحنا تعرضنا لقمع وما بدر منا كان رد بس القمع لا لا يعطيك الحق تسب الذات الإلهية كمان، يعني خليني إذن أنا أحكي أوكي. أنا على يجب محاسبة رجال سبيلين. الأمن والعناصر اللي تعرضوا لنا وفي عنا تقارير طبية بتوضح هذا الموضوع، ليتحاسبوا هدو هدول العناصر، لاحقاً إحنا نقدر نبرر، هاي رأيي لأنه إحنا برضه يعني بنتعرض للشتائم من تعرضنا للكثير من الضرب من قوات الاحتلال وكان كان يتصورنا كاحنا بطلات ولكن لمجرد 60 طيب. ثانيه يتم طيب احنا اختزال كل انا بدي اعطيك فرصه بهمش. اخيره صحيح آه انا اللي اهم بالنسبه لي حاليا آه توضيح الفترة اللي ما بعد المظاهرة اللي تم فيها التشهير وعرض صور بنات والتصدي لهم بكلمات أسوأ من اللازم الفكره هون انه هاي الطريقه اللي دائما كانت سلطات الاستعمار الاسرائيلي تستعملها لاسقاط الفتيات الاسرائيليات فلسطينية فلسطينية سوري الفلسطينيات يعني انا هون الفلسطينية. بدي احكي من على منبر الفلسطينيه انه هذا العمل مرفوض هذا العمل مرفوض زي ما هو مرفوض سب الذات الالهيه من قبل اي ناشط ايضا مرفوض تماما استخدام صور البيانات الفلسطينيات ووضعهم على الوسائل التواصل الاجتماعي والقول يعني التلفظ بالفاظ بذيئه وانا بطالب من هون الاجهزه الامنيه ومنطالب اعلى الهرم السياسي وسياده الرئيس انه فورا ليس يتم التحقيق مع هذول الناس لانه ما بصير انه نستخدم انه يعني هاي الوسائل الاعلاميه للذم والقدح في في بنات مشهود لهم واحنا يعني ممكن اختلف انا وياكي وممكن اختلف مع اخر لكن الخلاف لا يفسد للود قضيه ممكن نختلف سياسيا واكيد احنا مجتمع طول عمره المجتمع الفلسطيني اصلا هو مجتمع مختلف وبالتالي عشان هيك هو حيوي والاختلاف مطلوب لكن لازم دائما اختلف معك واحترم وجهه نظرك وتحترمي وجهه نظري انا يعني بدي اشكركم شكرا بتامل انه يعني اخذنا من الوقت معنا كمان ضيوف اخرين بدي اشكرك ريتا ابو غوش ونيفين عايش بتمنى لك السلامه شكرا وبتمنى ايضا من الاجهزه الامنيه تجاوب على اللي طرحتوه انتم هلا وهلا راح يكون معنا ايضا السيد اللواء عدنان ضميري حتى يجيب على جزء من الاسئله اللي انتم طرحتوها شكرا كثير لك شكرا لك. اهلا اعزائي المشاهدين نواصل هذه الحلقه للحديث عن حريه التعبير حريه الراي وحق التظاهر في فلسطين لاستكمال هذا الموضوع معنا سياده اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الاجهزه الامنيه، السيد ياسر صلاح باحث في الهيئه المستقله لحقوق الانسان، والسيد باسل الاعرج ناشط شبابي. انا استمعنا او استمعتم في البدايه الى صبيتين ناشطتين فلسطينيتين كانوا بيشاركوا في الكثير من المظاهرات والاحتجاجات بداية بدي أبلش معك أستاذ ياسر شو مفهوم الديمقراطية وحرية التعبير يعني أنا أسمح لي أحكي شغلة حتى أكون منصف أنا حاولت وهون حتى وهم بيسمعوني الصبايا حاولت أنه يعني ربما أخطأوا ربما لي صغر سنهم أنه أنتزع منهم اعتذار على سب الذات الإلهية حاولوا ما يعني يتهربوا من الموضوع الموضوع شو معنى حريه التعبير. هل حريه التعبير بتعطيني حق أنا اللي بدي اياه في اي بلد؟ طبعا حريه الراي والتعبير هو مفهوم متطور في حقوق الانسان وانا برايي انه هو بدايه طبعا خلينا نتفق في بدايه الجلسه انه الحق في حريه الراي والتعبير والحق في التجمع السلمي هو حق دستوري، كيف كل القوانين نعم والتشريعات الدوليه حتى التزمت هذا هذا في, في البرنامج هذا متفق عليه، الحق في حريه الراي والتعبير يجب ان تمارس ويجب ان تقوم السلطات المختصه من ضربة قضائيه وضابط عدليه انها تكفل للمواطنين بممارسه هذا الحق بشكل ما يكونش في اعتداء على الملكيات الخاصه والممتلكات العامه وهذا واضح في في الاحداث اللي بتصير في العالم من اعتداء على الممتلكات العامه والممتلكات الخاصه بالاضافه ما يكونش في مس بشخصيات الناس الخاصه وحياتهم الخاصه وحتى كمان المسبات على الذات الإلهية لأنها هي في ظل في ظل مجتمعنا العربي والإسلامي هي من المحرمات طبعا هذا مرفوض تماما في سياق الحديث عن حرية الرأي والتعبير من حق الناس في النهاية أنها تعبر عن رأيها في القضايا الاجتماعية والسياسية في في كل العالم وهذا مكفول دستوريا في كل قوانين العالم والقانون الاساسي بنص بشكل واضح هذا الموضوع وفي الدوليه اللي في نص اساسي في القانون الاساسي بنص على الالتزام السلطه الوطنيه بالمواثيق الدوليه واللي دائما السلطه التنفيذيه والسلطات التشريعيه بتقول عن هذا الموضوع نعم اه بخصوص المسبات والشتائم ومس حياه الناس الخاصه وسب ذات الالهيه يعني حسب الصبايا كمان من الجهتين كمان هم تعرضوا لمسبات من قبل طبعاً بعض طبعاً عناصر الاجهزه الامنيه طبعا مرفوض الأمن. ومن واجب من واجب السلطه التنفيذيه انها تامن للناس المساحات المساحات الملائمه لتعبير الناس عن رايها وهذا كمان طبعا موجود في موجود في القانون الاساسي الفلسطيني يعني تحديد الزمان والمكان مسؤوليه مين يعني اذا بدنا نحكي في القانون القانون الاساسي بشكل عام, عام القانون الاساسي بشكل عام بضمن عام. هذا الحق قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني بيقول انه انه يجب ان يكون في اشعار مش ترخيص اشعار لاي لا مسيره من اجل انه من اجل انه تتبلغ السلطات المختصه في قانون الاجتماعات العامه اشعار لمدير شرطه المحافظه او محافظ المحافظه حسب القانون حسب القانون الاجتماعات صحيح. العامه يعني انا في هذا في هذا الموضوع بحب احكي شيء انه هو اشعار وليس ترخيص صحيح بس روح القانون بقول انه روح القانون انه مجرد انه علم السلطات والشرطه بهي المسيره باي طريقه باي طريقه خلص لا بالضبط لانه بالضبط انه تامن الـ الـ الاماكن المناسبه وتامن كمان الشوارع يعني قصدك من حق يعني من... انا س... عندي سؤال في يعني ملاق أعمل... الشارع مسموح اعمل مفارقه اعمل مفارقه مثلا وهذا التساؤل احنا بنتساءل دائما الحقوقيين في مسيرات التأييد لمنتخبات عالمية وأندية عالمية برشلونة مثلا بتطلع مئات الناس بيطلعوا كشكل متظاهرة سلمية وبيتمش تمرير تسير المرور لهم والتساؤل الثاني انه لماذا تجمعات بعض التجمعات بتخرج تواجه في أعداد كبيرة من 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 شرطة شرطة ما يسمى بشرطة الشغب الحق في التجمع شايفي. السلمي احنا لما طبعا الحق التجمع ك... السلمي مكفول ومن مكفول حق طبعاً. اي مواطن طبعاً. ان يعبر عما يريد من طبعا طب بقيود معينه اللي طيب حكينا اسمح لي اتوجه للاخ باسل آه آه انت يبدو متع... تعرضت يعني ما بقدرش انا أخو انا ما بعرف تعرضت لضرب من آه نعم في المظاهر المسيره الاخيره في المظاهره الاخيره طيب المسيره طلعت حسب ما شفنا بالفيديو انا استمعت للفيديو صراحه وما حبيت انه نعرضه بالصوت ما بدي نعرض بالصوت لانه يعني غير لائق عرضه بالصوت وانا بدي اعطيك الفرصه الان تحكي لي الشرطه حسب ما انا شفت قائد الشرطه او قائد حرس الشغب شو طلب من المتظاهرين طلب من المتظاهرين انه بامكانهم الذهاب الى وهنا راح اجي بعدها للاستاذ ياسر واساله أنه بإمكانكم الذهاب إلى مركز الأمم أو ساحة الأمم. الأمم وتظاهروا كما تريدون ضد المظاهرات ضد السلطة ضد نهج أوسلو سموه زي ما بدكم تفضل احكي لي يعني شو اللي صار وإحنا يعني كمان في نفس الوقت رح نشوف الصور طيب أولاً فعلياً هي مطالبنا السياسية بحته هي مطالب حقوقية في هذا الوقت ولا مطالب حقوق انسان واهل المجره، مطالبنا سياسيه بحته، هناك وطن يتم التنازل عنه، هناك عكا وصفد وحيفا يتم التنازل عنه، ووعود بالحفاظ على الامن الاسرائيلي وهل مجرة وعدم اسقاط شرعيه اسرائيل، لا اول شيء قاعده نتفق عليها، طبعا هذه سقطت ما بعد انت, حز... انت حققت لن نعترف لن نتفق عليها ولا نقبل وهذا كمان مع... قد نختلف معك اسمح لي انت حققت تطرح ما تريد بامكانك تختلف معي قدام كل الناس اسمعوا لن نعترف باسرائيل ولا بشرعيتها ونريد اسقاط شرعيتها ونريد اسقاط هذه الدوله اوكي هذا كيان غاصب فلسطين كان من 27 ألف كيلومتر مربع ولا ولو صح اللي اخذ الجلام بوفرش ولا جنوب لبنان يعني فلاحين آه طمعينا. يعني هذا اوكي فلاحين طمعين بفرقش علينا هذا الحكي طيب أه ما يجري فعليا في كل مرة في كل مرة خرجنا في أي مظاهرة يتم التعامل بمنطق أمني هناك عقلية أمنية هي تسيطر على السلطة طيب أنا ما بحكي بطلع وبحكي أنا مطالب سياسية والأخ اللي بطلع بحكي بقول إحنا نحكيش بالسياسة وما لناش دخل بالسياسة ليش ولا مرة نزل واحد من المسؤولين السياسيين حاورنا ليش دائما يتم فعليا أنه مسؤول أمني هو من يحاورنا لسبب واحد هذا نظام قمعي بوليسي نقطة وسطر جديد. خلنا آه، أرجع على الموضوع. طبعا. اوكي على المظاهرة. المظاهرة فعلياً مدتها تقريباً حوالي ثلاث ساعات. أول فيديو خلال ساعة ساعتين نزل اللي هو فيديو آه اللي طلع فيه ثمان دقائق فقط تم اجتزاؤه. طب يعني أنتوا انتم كل هالنشاط وهالشباب تاعتكم وشباب الفيسبوك وكذا مش عارفين شو انشروا يا لا اخي لا لعبوها لعبوها الامن مره درسوها صح انت المره الامن درسوها صح ولعبوها وتكتيك لا يعني شوف هذه هذه حجه انتم فيكم تنشروا طيب كمان طيب. يعني تساني. الفيسبوك اه لا ما هو مشان نوضح اوكي هل الفيسبوك هم بيملكوه؟ لا 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 يعني فيك انت تنشر بس اللي عندك قاعد بتحكي عن عن مؤسسه امنيه تتغول تتغول لا يستطيع احد ان يوقفها وعشرات الاف العناصر تشتغل غير المناديب وغير الناس المضحوك عليها اوكي وقاعدين بيشتغلوا في حين عندك بضع الاف من الشباب من الشباب اللي هم ضد هذا النهج التنازلي اوكي تقدر تحط المقارنات بين قوه هذول وقوه هذول وقدرتهم على التاثير بين هذول عشان هيك طيب خلينا طيب. نكمل ممكن ما هو لا بدك تكمل بدك تعطيني مجال اعطي الاخرين مجال يحكوا يعني انت بتقول انا عشر فيديو عشر فيديوهات تسألني بتسالني ليش ما توجهتوش على ساحه الامم في قبل سنه تقريبا وقت مفاز لما اجى كان بده يجي موفاز وطلعنا بظاهرنا تم قمعنا كل الدعايه الاعلاميه اللي طلع, طلع طلع طلعوها المعارضين لنا اوكي مبنيه على شيء واحد انه هذول الناس كانوا رايحين يهجموا قبر ياسر عرفات اوكي لا يا عمي احنا اللي بدنا نمنع تدنس قبر ياسر عرفات فنعرف تكتيكات الامن بنعرف كيف الامن بفكر وهي العقليه أمنية مش جديده شوف فيك تحكي انت اللي بدك اياه عبرت عن وجهه نظرك خلينا ولا سيارة مستحيل سيارة اثق مستحيل اثق في الامن واني اروح على ساحه الامم عشان هيك العراق وكلنا نجمع على قبر استمعنا لوجهه نظرك سياده اللواء ما قطعك تفضل سياده اللواء يعني استمعت انا آه يعني آه في نفس الوقت بدي احكي انه آه تفضل احكي وبعدين انا بعقد طيب يعني بدايه انا حزين اشد الحزن على انه يعني شباب وشابات رائعين يفكروا بهذه الطريقه التي هي طريقه عبثيه في التفكير وطريقه لن تؤدي لا الى بناء دول ولا الى بناء مؤسسات ولا الى حريه تعبير اولا انا اوافق الاخ الياسر على ما قال في تفسيره لا قضيه حريه التعبير وكيف يقفلها القانون الفلسطيني وكيف يقبلها قانون التجمعات والاجتماعات لكن اريد ان اشير الى مساله في غايه الاهميه ان من يخرج ليعبر ليس من حقه ان يعتدي على حريه التعبير لغيره يعني انت اليوم تخرج لتعبر عن وجهه نظر هل يجوز لك ان تغلق الشارع؟ لانه في حركه مرور، طب اللي بده يمرق هو مش موافق معك ليش دي ما يمرق؟ الان هل يجوز لك ان تغلق محل تحت اي مسمى تحت اي شعار؟ احنا شبعانين شعبنا شبع شعارات عشان هيك كانت رده فعل الشعب الفلسطيني مش الامن، احنا الامن قبل اي واحد يعرفه تماما، انا اللي بنطق باسم الاجهزه الامنيه عشر سنين عايش بالسجن الأسر الإسرائيلي <applause> وزملائي أكثر مني أنا أقلهم زملائي في الأمن وأنت تحدثت في البداية عن ثلاث ألاف شهيد من الأمن الفلسطيني في الانتفاضة الثانية وعن أسرى لا زال لنا سبعمية وأربعتاشر أسير ضباطاً وأفراداً في الأسر الإسرائيلي هذا ليس هو الموضوع ليس لنا علاقة في السياسة نحن لسنا جزء من الشعار السياسي ولا نسأل حدا ليش انت طالع ولا ناخذ منه تقرير ليش انت طالع لكن أنا في النهايه مطلوب منا حفظ امن البلد يعني مطلوب منا ان لا يتم اعتداء على احد وعلى حريه احد وان لا تصبح فوضى اذا كانت حريه التعبير ستتحول الى فوضى انظروا حولكم جيدا على الشعب الفلسطيني انه يطلع حواليه اذا كان الفوضى هي المطلوبه وانه الاخ بكل احنا اكم الف يعني انتم اقليه مش من حقكم تفرضوا وجهه نظركم على اغلبيه مش من حقك تخون وتقول انه بده يتنازل فلان عن حيفا ويافا وانت تاخذ قرار انت تقول انا مع بقاء حيفا ويافا دون اتهم غيري انا لا اتهم الاخ ولا الاخوات ولا الاخوه في اي موضوع الصوره بالصوت والصوره كانت اكبر دليل على انه هناك عناصر وليس المجموع وانا لا اتهم كل المظاهره من اجل ان نكون منصفين لا أتهم كل من اشتركوا في في التظاهرة هناك أناس سبق وكنا نقول أنه يشتموا ويحتقروا وما كانتش في كاميرا تصور للأسف تلفزيونية لمحطات محلية ليس تصويرنا من ظهر على الشاشات ليس الأمن من لديه الكاميرا للتصوير الذي لديه الكاميرا للتصوير كانت وسائل الاعلام كانت الفلسطينيه صورت جزء منه وكان فلسطين وكانت الام بي سي وكانت وكانت الجزيره وكان لكن هناك ناس لا يريدون يعرضوا وانا بوافق مع الشاب طب ماذا تقول إنه كان سيادة في ساعة يعني انا بفهم أنا وجهه نظرك وجهه نظر انا حزين الناس. انا مش وجهه نظر انا ما بعطي وجهه نظر سياسيه انا أفهم. انا ليس لي وجهه نظر سياسيه في الموضوع انا لي وجهه نظر تقول ان هذا الوطن وهذا البلد بلدنا كلنا الحفاظ على النظام العام فيه هو مسؤوليتنا. ألمني جدا انه احدى الاخوات او الاخ جاي وبده فرجي انه مفشوخ. يعني اليوم حط العصبه وهي اليوم حملت وكل الكاميرا تؤشر كل الصور تؤشر ان الشرطه كانت تصطف بصف واحد والاعتداء عليها والمدافع عيدها الان خلينا الناس الدفاع المدافع عليها وكان الشرطي يحاول يرفع الهراوه اللي بايده للدفاع عن نفسه فيها وهي بس ولكن ماذا تقول مفرد. ايضا لما تفضلت به احد الاخوات وقالت انه ايضا الشرطه كانت تضربنا من تحت, تحت. وهي الصور ما ظهرت وهذه شك... لنعتبرها يعني سياده اللواء لنعتبرها شكوى مقدمه آه. من احد المتظاهرات وانه تحقق في الموضوع نحن نحن على استعداد ان نحقق في اي شكوى يتقدم فيها اي شخص لكن الشكوى تقدم بالاصول الشكليه والجوهريه للشكوى بانها تقدم لصاحب العلاقه اللي بدها تقدم له، شوف الاعلام الشكوى بتتقدم، يعني الاخ بيقدم شكوى الان على الاعلام بدنا نروح نبحث فيها، طب ما هي الاخت قدمت شكوى انه انشتمت في عرضها وانه صار معها تحرش وكل الموجودين من الشرطه هي اتهمت الشرطه وهذا اتهام افتراء غير معقول ان نصل و... الى هذا الحد من الثقة. اسمح لي ولكن ايضا سياده اللواء ولكن, ولكن ايضا الى هذا الحد سيارة من, سيارة من استعداء كانت قسم الاجهزه الامنيه المجتمع ولكن ايضا سياده اللواء ايضا والكل يعرف انه هذا اقتراح ولكن ايضا سياده اللواء غريب ايضا على شعبنا وهو مسؤوليه بعتقد يعني الحفاظ على ال... على الامن الاجتماعي الفلسطيني غريب انه يتم النشر على الفيسبوك وكذا من بعض اشخاص مجهولين التعرض لهاي لها هاي كمان مسؤوليه الامن مش مسؤوليه الامن ولكن مسؤوليه سيطرين مسيطرين عليه شو بيعمل على فيسبوك تبعه طب اسمح لي احكي لك, لك ولكن ساكر ايضا ساكر مسؤوليه أخرى. مسؤوليه الامن الاجتماعي مطلوب ايضا على الاجهزه الامنيه ربما ان تتحقق يعني يا اخي تفضل احب احكي شيء انا صدر. بخصوص صدر. النشر اللي بيتم على صفحات الفيسبوك انا يعني بدي احكي رايي القانوني والحقوقي وهي دعوه لكل حدا متضرر من تشويه صورته على على المواقع التواصل الاجتماعي يتوجه بشكوى هاي جريمه جنائيه, جنائية. يتوجه للنيابه العامه صحيح. والشرطة للشرطه واللي وبعدين بتنتقل المسؤوليه للاجهزه الامنيه وجهاز الشرطه والنيابه العامه من اجل التحقيق صحيح. اذا كان في ضرر في هذا مصبور. الموضوع وبالتالي يعني هي يعني هاي هاي هي مسؤوليه يجب ان يكون هناك بتصير مسؤوليتهم عندما تتقدم الشرطه هون احنا يعني كمان الجميع انه احنا شعب الاختلاف فيه مطلوب، والاختلاف فيه بيعطي حيوية والاختلاف فيه بيعطي بالمناسبة الصبية اللي كانت الأستاذة نيفين اللي كانت على تقدمت إحنا عنا اليوم بشكوى بشكوى للهيئة المستقلة، وإحنا في صدد مراسلة وزير الداخلية من أجل فتح تحقيق في الاعتداء اللي تم عليها بالاعتداء يعني بالادعاء اللي تقدمت فيه إنا, أنا بدي أسأل سؤال، سؤال مهم طب احنا السؤال بس سؤال 말... بسيط يعني بدي اتساءل تفضل انه ظهر الضرب اليوم اليوم يظهر على الشاشات بعد ان تعرضت الاخوات انا اعتبر كبنات لنا في الشعب الفلسطيني من حقنا ان نحميهن ومن حق علينا كمان ان نستوعب اذا اذا حصل اي رده فعل او خطا منهن لكن اليوم يظهر بعد ال يعني مش بدي اسميه التعاطف بعد رده الفعل الجماهيريه والشعبيه لامهاتنا ولابائنا اللي شافوا في البيوت والشباب اللي شافوا في البيوت مستوى الثقافه في مخاطبه الامن على انه عدو الاخ اللي بيحكي بيحكي الامن الفلسطيني عدوي هو بدون ما يقول عدوي هو تحدث ذلك هل يريد وهنا وهنا بتجي الاجراءات التي تقوم فيها المؤسسه الامنيه هل يريد أن يقلب النظام باستجابة إلى دعوة حماس في غزة الأخيرة؟ هل يريد أن يحدث حالة من الفوضى لإنها تذهب السلطة الفلسطينية إلى البيت؟ هل يريد أن يحل الأمن الفلسطيني؟ لا طبعاً راح ينتهي هل, يريد هل يريد أن أنا الدعوة اللي وجهها إنه هاي نظام بوليسي نظام قمعي يتأمر علينا ويفبرك لنا. اعلانات ويفبرك لنا افلام هيك هو قال الان طب اسمح هذا لك. الموضوع خلينا نعطيك فرصه الموضوع فرصه فرصه بالتاكيد واحنا جايين مش نعطيه فرصه وتعطيني الفرصه هذا الموضوع لا يعقل ان يكون التوجه باتجاه اضعاف السلطه التعبير عن الراي بده يتحدد له مسار وانا بوافقك قصدك الدوله مش السلطه الدولة, الدولة الفلسطينية. الدولة الدولة الفلسطينية الشرطة دورها أن تحدد مسار وتحمي المتظاهرين وتحمي حرية التعبير طيب. دورها ان تحدد مكان لك لا أحرجع يوجد أحرجع لك. في العالم في سويسرا لا يوجد مجموعه تستطيع ان تختار مكان بنفسها وتقول هنا اريد والا فلا طيب اسمح لي هنا انا احكي اعطيك الفرصه ولكن خليني اقرا بعض اللي وصلني من بالايميلات صحيح حريه الراي من ليلى همشري صحيح حريه الراي والتجمع السلمي كفيلتها القوانين والاعراف الدوليه ولكن باحترام ودون الاساءه والتجريح لان هذا يخرج عن اطار الديمقراطيه وحريه الراي والراي الاخر التي يتوقع اصحابها ان هذه هي الديمقراطيه والحريه ما هو راي مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بت يعني لماذا يبدو لماذا لا يكون هناك تثقيف حول مفهوم الديمقراطيه وحريه التعبير؟ سؤال اخر او مداخله اخرى نعم لحريه الراي والتعبير ولكن ضمن الحدود المسموح بها في اي دوله من دول العالم وحريه الراي والتعبير لا تعني التخريب والذم والشتم والاساءه، في هذه الحاله لا تصبح حريه راي وتعبير وتصبح انتقام فقط وتخريب لاجل التخريب وهنا انا يعني بدي اضع تساؤل الاجهزه الامنيه وايضا تساؤل الشباب اللي بيحكوا انه الموضوع يعني آه سعيد أبو النجا معنا من الجزائر بقول حرية الرأي نعم ولكن دون تجريح أو إساءة للغير تفضل أستاذ مبدئياً هناك سياسة بدأت من ما بعد أصله نقدر نقول أنه ترسخت وتكثفت ما بعد 2002 ما بعد عملية الصور الواقف في عادة صهر الوعي الفلسطيني تماما يعني أول سؤال بنسأل قواعد العمل الجماهيري الف باء اللي تعلمناها بمناسبه على ايدي معل... ايدي معلمي فتح اللي قاعدين بيحاولوا كنوع من انواع انه صدامنا مع فتح لا يا عمي احنا من عائلات اغلبنا من عائلات خلفيات فتح لو سمحت لو سمحت, لا سمحت. ممكن اكمل هذا واحد انا جاي أمثل فتح حق 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 التظاهر معنى التظاهر هناك هناك اعاده لترتيب العلاقه ما بين الفلسطيني وما بين الشارع الف باء الف باء العمل الجماهيري خلق كتله حرجه واجبار على التغيير مش فقط مش فقط تعبير عن راي انا اوكي ارفض نهائيا اني اتقارن بسويسرا وامريكا امريكا عندها 2000 قنبله نوويه حدودها انا في عندي هانا ما عنديش 2000 قنبله نوويه على حدودها انا عندي 2000 مستوطنه كل يوم الامن الفلسطيني بياخذ 40% من الميزانيه كل يوم بتصير اعتداءات على الناس والامن الفلسطيني ما بيسويش هذا الشيء هذا في هنا جزء جزء انا مش فاهمه صدقا مش فاهمه لما نحكي على الامن وامان ومش امن وامان باقي مشكلتنا حراميه وسرقين لا يا عمي مشكلتنا الاولى احتلال طب نيجي نقول في احتلال مش في احتلال، اخر ناس بينسوا في احتلال هم احنا. الناسين في احتلال قاعدين ببنوا دولة وقاعدين بيحكوا عن دولة ومش دولة والبناء والتنمية وهلما جرى وناسنا احنا لسه في مرحلة التحرر هذا الخطاب راح يودينا إلى إبادة، إبادة حقيقية يعني طب أنا مشان أكمل؟ حتى مشان تكمل وتكمل في, عشان أكمل مشان في صلب الموضوع عشان أكمل مشان في صلب الموضوع ونوصل لا الموضوع لا للناس يعني مشان نطرح مواضيع سياسيه انا جاهز أوكي. اجيب الشباب كلهم ونفتح نقاشات طيب. سياسيه، احنا بنحكي عمالنا عن موضوع محدد، حريه التعبير، طيب. حريه التظاهر، مصير. سيبني من اوسلو، انا يمكن ضد اوسلو ما بتعرفش حضره اللواء حكى عن الاجهزه الامنيه ومش اجهزه امنيه و فبدي ارد على قصه الاجهزه الامنيه. فعليا مبدئيا شو بصير؟ بصير في عمليه عمليه ممنهجه لنزع الغطاء الشعبي والاخلاقي عن كل المعارضه امبارح حضرت الوقت طلعت تلفزيون فلسطين تهم الجبهه الشعبيه واتهم مؤسسات المجتمع المدني واتهم حماس وواو كل معارض لهذا النهج يتم اتهامه ويتم نزع عنه الغطاء الشعبي والاخلاقي، هاي مرحله من مراحل الإبادة هاي مرحله من مراحل سوف تصلنا الى الاباده، ما حدث في غزه 2006 وهو المحزن فعليا محزن فعليا سيكون نزهه لو استمر الامن فكروا بهاي العقل بهذا العقل في الضفه الغربيه فعم اليوم نقول لكم دير بالكم دير بالكم اليوم احنا شباب وطبقه متوسطه واهل جروا وهيك بس بكره اذا مناطق شوف كيف الصراع بصير في نابلس طيب واحد اثنين قصة الاجهزه الامنيه الاجهزه الامنيه اخر واحد بنسى مين قدم في الاجهزه الامنيه الحاضنه الشعبيه تبعت الاجهزه الامنيه اللي هم احنا الحاضنه الشعبيه تبعت الاجهزه الامنيه بدي هنا شغلتين هاي وثيقه للكونغرس منشوره ب 8 1 2010 فيها تفسيرات لدعم الاجهزه الامنيه بعد 2004 بعد استشهاد عرفات بسبب انها قاعده بس لانه يا رجل انت جاي تشكك لا, لا, لا اسمح لي, لي هون نحكي لا لك جاي تشكك انت في الاجهزه الامنيه مدعومه من امريكا مدعومه من مش امريكا يعني ومدعومه من الدول الاوروبيه هون مش موضوع يا صديقي مش موضوع هذا الحكي يا اما بدك اسمح لي اسمح لي لا لا ما بقعدش في الجهاز ما بقعدش في الجهاز اسمح لي الله يرضى عليك اسمح لي في الان جي اوز خذ خذ عفوا عن الصيدلاني لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت بتمولك اسهل لك اوكي لو سمحت انا بتهمني في التمويل واتهمني عن جي طيب ليش بتحكموني انا عم بحكي في موضوع اسمح عشان يعني. حريه صديقي انا هون حيو. انا هون حيو. حيو. ممكن حيو. حيو. لو, لو سمحتوا ممكن لو سمحت انا بدي احكي في موضوع وانا هون مشان اعطيك حريه ال ال <applause> <تعبر. تصفيق> حريه شيء بدي اعطيك تعبر يا رجل بس انت بتنط على موضوع اخر احنا جايين نحكي في حريه التعبير يلعن تاريخ يعني كلك شغله يلعن ابوه اللي ماسككم تضربوا قنابل وار بي جي على المستوطنات هي هون بتأكد؟ انا عم بحكي متاكد يا سلام يعني انت كمية بدأ... الاعتقالات اللي بتصير يا حبيبي هو اللي بت... اسمح لي اقول لك هو اللي بده يناضل بده يعد انه ينسجن انسجن يا اخي ه... هاي مشكلة هلا هون مسل انا يا حبيبي هون ما بدي ازاود لا عليك ولا ازاود عليك انا بحكي عن قضية حرية التعبير وحرية الرأي انت حكيت انا بمثل 3000 واحد او آلاف هل من حقك تفرض رأيك على كل البلد جاوبني فعليا انا لا افرض رأيي انا ب... ب... بقول لا فرأي. احنا بنحمل الفكر على راسي اثنين نحمل برنامج ضد هذا البرنامج وقاعد في بيصير فيه تنازل عن فلسطين منيح احمل هل عمره حد يجي يعتقلك لانك بتحمل هذا الفكر اعتقلوك لما, مع... لما يتم اعتقالي في السلطه اوكي لما يتم تعمت... ليش <applause> اسال بدون مش يعتقلوك لانه من حقك هذا 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 عقليه الامن انا ما بقدرش احكم على شو الامن بفكر طيب الشغله الثانيه واللي ضروري لا عمي بتقدر ترجع لجمال حويل شهاده جمال حويل الأجزاء الامنيه ما قبل 2004 غير ما بعد 2004 لما انا ما رضيتش اشكي على اللي ضربني وفعليا ياسر اخذ انا مصاب واخذ شهادتي وبقدر ومتاكد ان انا مصاب ثلاثة. انا مش نازل ضد, ضد عنصر الامن مش نازل ضد عنصر الامن في الشارع لأن انا بعرف انه اولا اذا قدمت شكوى العنصر الامن البسيط هذا الذي سيتم محاسبته والعناصر الكبار ضاعت الاوامر زي وقت مفاز ضاعت القضيه هذا واحد اثنين انا نزل عشان الامن في هناك الامن مختطف من القيادة اوكي بيستغلوا حاجتهم الاقتصاديه عشان التنسيق الامني وهلوا مجرى هذا تقرير الاباك هذا تقرير الاباك اللي هو اللوبي الصهيوني في امريكا موجه لل موجه للكونغرس بيطالبوا باستمرار دعم الاجهزه الامنيه لانها بتكون بدفاع بحمايه حدود اسرائيل تقدر تاكد منه طيب ثلاث بعدها هذا تقرير آه نيفين تهتك في العضلات وهي اللي بسموها العاهره هاي في النبي صالح تقدر تسالها النبي صالح وبعدين بدي احكيها ونحكي قاعدين على الاخلاق احنا بدي ارجع على الموضوع اوكي قاعدين نحكي عن الاخلاق ومش اخلاق وسبب بالذات إيه هي وشتم الذات الالهيه وهذا المجرة راح كان معلومة وبرضه ياسر بيعرفها لانه هو فعليا وثقها ااا آه نفين في 2011 نيفين في 2011 تم محاوله اغتصابها من اربع عناصر في مظاهره مي مواليه لابو مازن قدرت تشخص واحد منهم واكتشفت انه ملازم بجهاز امني راح تشكي تم احتجازها في الشرطه فكيف انا بدي اروح اشكي على الشرطه لما واحده واحده فعليا حاولت واحد يتم اغتصابها موثقه عندي ياسر صلاح وثقت انت عند عندي, عندي, الهيئه عنده يعني وثقتها لما واحد يتم احتوال محاوله اغتصابها وتشوف مغتصبها في الشارع هالقد دي مهم موضوع الشتائم هالقد طيب بعدين احنا مش مش اوصي على الأخلاق الناس الشتائم انا شخص متدين شتائم في قانون في قانون الشتائم ما شخصية نرفضها ارفضها إذا هي هذا ارفضها بس هنا الكلمة كلين كم وزير سمعناه على التلفزيون مئات كل الشعب الفلسطيني كم وزير سمعنا سب الدين والرب عضو لجنه مركزيه في, في الانتفاضه في بيت لحم سب الدين والرب على التلفزيون انت قاعد انت هذا عضو لا ابرر بس ليش ليش يتم التعامل هذا انت قاعد بالدين في حالك بزياده مش من حق حدا يسب الذات الالهيه لا أبرر لا ابرر بس لا ابرر لا وزير ولا غفير هلا انت صحك انا مش لا مش اشتغل دور ضحيه دور ضحيه ولا مجرد علي احنا هون احنا هون عم بنناقش اولا في برنامج زي هذا مشان نناقش ونستمع لاراء البعض انت جاي بتوجه باتهامات وبتقول واحد اثنين ثلاث مش هاي هي طريقه النقاش أي يعني حكي هذا انت اسمح لي هذا انت بتحكي احنا بضعه الاف بدنا حيفا ويافا وصفد واللد وهالقد طب لو صرتوا 20% شو بدكم تساوي أوه. مش هيك طريقه النقاش يا يا, طريق يا, يا, يا يا عزيزي طريقه يا هذا إيش غير علمي هذا إيش غير علمي ليش لانه كل الناس بتعرف كيف منظومات التحكم تنبنى وطول عمر، طول عمرها فتح مين اطلقها كم واحد اطلقها 11 بقى كل شعب فلسطيني موافق على انه فتح تنطلق مش فرضوا فرضوا فعليا نهجهم الجبهه الشعبيه اطلقها حماس مين اطلقها كل اقليات كل يتم اقليات مش بيسموها طلعه ثوريه مشان تعلمنا في استاذ ياسر يعني انت استمعت اه وانت من لا الموضوع معقد لازم حد يسالني سؤال مواضع عشان اجاوب <applause> لا يعني انت استمعت اه للطرفين هل تعتقد يعني حتى النقاش انا وجهه نظري انه النقاش مش واقعي ومش منطقي بهي الطريقه لانه الـ الـ الاخ كان مش واقعي مش كلنا كنا مش واقعيين يعني خليني انا حدش حكى شيء مش واقعي بالسياسه لانه أو... احنا عم بنناقش في قضيه احنا عم نناقش في قضيه محدده نحكي حريه التعبير حول حريه الله. التظاهر الاجهزه الامنيه اذا بتتجاوز هل في قانون يعاقبها الشباب شو من حقهم يعملوا ما بدنا يعني وصدقني انا ناقشت في في برنامجي هذا بناقش قضيه اوسلو وبناقش قضيه الاستيطان وبناقش كل القضايا اللي طرحها الاستاذ وبجوز انا في برنامج ارز وزيتون اذا شفته كنت احكي للواحد سمي لي حيفا ويافا وعكا مش من هلا من اربع ولحد هلا بقول حيفا ويافا وعكا مدن فلسطينيه فما بدي لا تزاول علي ولا ازاول عليك احنا جايين نحكي بدي توصل وجهه نظرك مش كل لي وصل وجهه نظرك هذه فرصه لك توصل وجهه نظرك وجهه مش... نظرك مش يعني انا ما بعرف هي بتناسبك هي ما يعني بتناسبكش انت مش مش, إن... مش بتناسبنيش انا ما وصلتني وجهه نظرك ولكن انا اللي بدي احكيها للاستاذ ياسر هل بدايه هل من حق الشرطه اللي هي يفترض انه هاي الشرطه زي ما تفضل الاخ عدنان انه هي ما بتمثل توجه سياسي هي بتمثل هي بتنفذ تعليمات هل قانون من حق تنفذ هل من حق الاجهزه الامنيه ان تقول للمتظاهرين ممنوع تمشوا الشارع هذا بدكم تتظاهروا تتظاهروا هون بالقانون يعني انا بخصوص بخصوص انه الاجهزة الامنيه سواء كانت في قطاع غزه او في الضفه يعني في تحفظ انه بيمثلوا وتجاه سياسي لا واضح للجميع انه في 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 الانقسام السياسي الاجهزه الامنيه بتمثل وجهه نظر سياسيه هذا واضح في كل دول العالم المتقدمه والمتطوره دائما الاجهزه الامنيه وجهاز الامن في البلد من الجيش لحد اصغر عنصر دائما يتم حياده عن الراي السياسي عشان هيك بيشاركوش في الانتخابات من اجل انه ما يكونوش وراء راي سياسي وكمان من اجل انه لما يشتبكوا مع الجماهير ما يدافعوش عن فكره سياسيه، واجب الامن الفلسطيني واجب الشرطه الفلسطينيه هي ضمان حق الناس من اجل التعبير عن رايها بشكل سلمي زي ما بدها يعني وين ما بدها بشكل سلمي هذا واضح المحددات بدون الاعتداء على ممتلكات الغير بدون الاعتداء على الخاصه بخصوص المسيرات اللي بتحدث وانه في البعض يشتم المسبات الالهيه يعني في المسيره الاخيره شتم شتم الذات الالهيه يعني هي ما كانتش ما كانت الصفه العامه للمسيره هي كان وحتى جزئيه جزء لكن كان. لكن احنا برضو كان كيف برضو تفضلت برضو انت في البدايه احنا مجتمع محافظ احنا مجتمع برضو آه كمان مرفوضه ان كان من رجل الامن او من اي مواطن برضو تصرفات بعض رجال الامن سواء باللباس مدني او باللباس رسمي هي ما بتمثلش آه آه وجهه النظر الرسميه صحيح استاذ عدنان صحيح لا بتمثل بتمثل ايش بتمثلش خارج عن الاصول طبعا لا تمثل لا تمثل بس انا بدي مش شهادة واحد مسيس طبعا أنا بحكي أنا أنا بحكي بشكل محايد لا يا أخ ياسر احنا شبعنا حكي من منظمات حقوق الإنسان خلينا نكمل لا خليه هذه اول شيء احنا مش مؤسسه أنجوز انت بتعرف احنا احنا مؤسسه دوله اسمها الهيئه الوطنيه لحقوق الانسان تفضل القانون الاساسي تفضل صادر من الشهيد ياسر عرفات هذا هذا لا يعني انكم لا تاخذوا برامج تمويل هذا يا استاذي مش موضوعنا كمان مش موضوعنا هو, موضوع هو كطرف حقوقي من حقنا ان طرف ما يريد. غير محايد تساؤلاتك في اطر لا لا. رسميه في الهيئه ممكن نجاوبك عليها صدر. يعني تفضل اللي بدي أحكي انا بخصوص الحق في التجمع السلمي بنسجل لازم يكون في وقفه حول عدم استغلال بعض التصرفات الفرديه من اجل رفع الغطاء القانوني والشرعي عن ممارسه الناس حقهم التجمع تجمع التجمع وخاصه في مجتمعنا الفلسطيني انه فيش بخصوص الاطر التقليديه المعروفه في كل العالم من انتخابات سواء المجالس المجالس التشريعيه او مجالس او المجلس الوطني حتى لمنظمه التحرير غير غير مفعل. فمن المنطق انك تشوف الناس تعبر عن رايها في الشارع. وإذا القانون بيكفل من من بداية ابتداء من القانون الأساسي الفلسطيني لحد جميع القوانين انتهاء القانون التجمع السلمي بيكفل للمواطنين بممارسة حقهم وكمان بنقل المسؤولية على أفراد الشرطة وأفراد الضابط العدلية بس وضح لي من يحدد المكان؟ يعني الشرطة إذا قالت هذا المكان خطر بردوا عليها؟ إذا قالت الشرطة إنه المكان خطر لازم ما بيعطي مبرر لقمع التجمع لا لا أنا عن القمع آه يعني المتظاهر اجى قدم إيه الاشعار يعني انا هذا هو سؤالي كان في البدايه هل من حق الاجهزه الامنيه تقول ممنوع تظاهر هون يعني يعني بدك تظاهر انا, أنا بدي اعطيك مثال احنا عندنا طيب دوار انا بدي اسال سؤال دوار المناره بتجاوبنيش على السؤال بسؤال اذا م. سمعت أنا انا بجاوبكش انا عندي سؤال اذا قلنا جواب دوار, دوار المناره هو منطقه خطره مثلا كنموذج بصير اعطيني منطقه خطره معينه عشان او منطقه أجوه. حيويه منطقة اعطيني منطقه خطره منطقه خطره المقاطعه لانه فيها حرس رئيس فيها جيش فيها منطقه عسكريه الزلميه وجوه فيها يعني ما صار شيء لا شي. خمس مرات الاجهزة الامنية التظاهر حرس رئيس خطر؟ لا 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 انا بحكي عن منطقة خطرة يا رجل البيت الاستاذ الاستاذ حكى الاستاذ حكى اسمح الكاش تتظاهر اقل من 400 متر بعيد عن البيت الابيض طيب بس هون هون الاستاذ حكى كمان انه سامحين لهم قبل هيك خمس مرات بس انت حكيت حكيت قصه مهمه انه الجيش لا يشارك في الانتخابات تعرف وين فقط بالدول المتخلفه في كل الدول الديمقراطيه في العالم اعطيني دوله ديمقراطيه في العالم من الدول لا يشارك, عشان تطور. لا, يشارك لا يشارك فيها الجيش في الانتخابات الجيش كان لا يشارك لقبل اربع سنوات في, في الاردن هو انت برضه تحطش انه وكانه عيب علينا انه الجيش ممكن يشارك انا ما قلتش لا طيب الجيش يشارك في كل بلد انا مطبور. حكيت لك تجارب طيب. بعض الدول مين اسمح لي انا خليني ممكن انا ساعة ساعة اسال لانه اربع بدنا نحكي بدنا نحكي شغلات سريعه يعني حكوا الجهتين انا بدي احكي وسؤال ارجو بنعم او لا لا راح تحكي هل من حق الامن في اي بلد يجي يقول للمتظاهرين هون ممنوع تتظاهروا خاصه يا بدكم كل تظهروا هون يا رجل كل طبعا يعني الشارع لا اسمح لي اللي بشوفه مناسب تفضل <applause> انت معقول يعني نعم. مش معقول هل من حق أجل. الاجهزه آه. الامنيه في يا سيدي في فرنسا تيجي ناس قانونيا طلبوا رخصه وقالوا بدنا نتظاهر اجا وقالوا لهم تظاهروا وما في مشكله ولكن هون في شارع الشانزليزيه مسموح في الشارع اللي وراء ممنوع في الشارع اللي وراء مسموح من الاجهزه مم. الامنيه تقر هيك لغرض حمايه الحق في التجمع السلمي وغرض حماية المتظاهرين من أي اعتداءات والغرض تنظيم المرور من حق الشرطة إنها تحدد المكان عظيم بس هذا لا يعطي, يعطي مبرر لقمع أي مسيرة لم عظيم لم تلتزم في المكان عظيم المرور. لكن من حق الأجهزة الأمنية أنت إذا بدك تشتغل لكن أنا كمان بدي أوجه سؤالي وبعدين أعطيك الجواب بدي أوجه سؤالي للأستاذ آه باسل باسل, باسل. آه آه وأحكي عفوا هذه أوراقك لا مناش في <applause> استاذ باسل يعني انت خلني انا اعطيك الفرصه مره اخرى لتوضح وجهه نظرك مش تيجي انت حامل سياسيا سيبني من الوضع السياسي في عنا ناس مش قابلين لا بحماس ولا بفتح لسه مش زيك لسه مش قابلين الجهتين يعني في ناس اكثر لسه بقول لك بدي اجيب الاندلس سيبني من هذا الموضوع الله يخليك يعني خلينا زي ما حكى الأجهزة الأمنية قدموا إلى آخره والشباب بتقدموا أنا لا بشكك فيك ولا بشكك فيهم أنت منطقيا إذا طلعت بكرة في مظاهرة وقالت لك الأجهزة الأمنية هون ممنوع هون مسموح بدك تسمع لهم ولا بتقول لا هذه اجهزه اوسلو العميله بدي ايش بدي ارد عليها طيب ما هو هذا المنطق اللي بدنا نحكي قاعد اللي هو انا فعليا الاجهزه الامنيه قدمت وضحت اجهزه امنيه مخت... تم اختطافها من دورها الوطني انبنت لتكون رافعه النضال الوطني صار اشي عكس لا هذا الحكي واضح لا اله الا الله هذا حكي جنون هذا واحد هذا حكي لا سمحت اسمحت, أسمحت انا, المول. أنا مش مول انا شو بدي ادعيش علي, أكثر مرة, علي. اكثر مره دعيت علي مول مول اكثر مره دعيت علي فيه. مول تفضل اعطيني دليل انه مول راح رح رح, رح نحكي مع بعض لا لا. ونشوف اشوف اشوف احكي بس اوكي هلا انا بدي ارجع على الموضوع بس عشان احكي انت انت بكره طلعت في مظاهره انت و50 شب و100 شب و200 شب وكلتكم الاجهزه يا عمي محبونا. هون ممنوع مسموح محبونا. لكم الشرع الفلاني سووا اللي بدكم اياه هل س... يعني وهذا بحسب الاستاذ ياسر من حق الاجهزه الامنيه تقول هون مسموح هون ممنوع انتم رح تلتزموا بالقانون ولا مش معترفين اصلا بالقانون هل انك تلتزم من من الطرف الاخر بالقانون هذا السؤال بنسال يا اخي هذه سلطة شيلها بعدين يا ماهر بدوش يلتزم يعني, <تصفيق> يعني <تصفيق> واضح طيب. واضح <تصفيق> استاذ <تصفيق> ياسر <تصفيق> انت بدك تحط الجواب هل يعني هل, هل, هل هذا يعني خلينا نحكي بدي ارجع لك استاذ ياسر هل هذا منطق هو ليش ايش ما قلتش انت بتقول اذا هم التزموا انا بتساعت. بقول لك هم سمحوا لا اذا التزموا هل يلتزم الطرف الاخر بالقانون احنا في بلد فعليا انت بتنزل على الشارع شفت الشارع فعليا في التزام بالقانون عندنا بتم محاكمه القوي نفس محاكمه الضعيف اي اعتداء <applause> على اي شخص من قوي زي زي ضعيف بتم هذا الحكي بصيرش يعني يعني, يعني جزء يعني من هذه صار ولا واحد فينا راح على مستشفى على مستشفى حكومي عشان نتعالج رحنا عيادات خاصه عشان ما تمشي اعتقالنا واحنا مصابين قبل اسبوعين غير قادرين على قبل, قبل قبل اسبوعين, قبل أسبوعين لا بديش, بديش قلت الامن بديش اعتقد الدم على وجهي بديش أعتقل والدم على وجهي انت قلت عن حالك حياتك, حياتك ما اعتقلك الامن بديش ورغم كل مواقفك كنت بديش لا انت قلت حياتك استاذ كنت أستاذ, أستاذ, استاذ يعني خلينا خلينا ننهي الموضوع, بس الموضوع بي انا بدي اعطيك فقط دكلي. 40 ثانيه دقيقه وبعدين الاستاذ ياسر كمان يحكي انا فقط بدي اقول لازلت حزين انه شبابنا يضللوا ويعبؤوا بهذه الطريقه ضد بلدهم شبابنا يعبأوا ضد نظامهم السياسي اللي اعترف فيه كل الدنيا بانه هذا نظام سياسي ديمقراطي شبابنا لاغراض لجهات وانا ادعي بكل صوت عالي لجهات مسؤوله تمويليا وتحريضيا على وضع افكار لمعادات بلدهم ومؤسسات بلدهم ونظامهم السياسي ومؤسساتهم الامنيه بهذه الطريقه وان يرفضوا حتى مجرد الحديث عن اعتذار لسب الذات الالهيه وان يرفضوا الحديث عن اعتذار لاختراقهم القانون بالرغم من عدم سكوتنا وعدم موافقتنا على اي ضابط او اي مسؤول يرتكب اي جرم في حق اي مواطن في تعبيره عن رايه ونحن لدينا من الوثائق التي قدمناها للمؤسسة ما يثبت أن عشرات الضباط حكموا في محاكم تأديبية وفي محاكم عسكرية ومنهم من طرد من الخدمة نتاج مساسه في حرية التعبير طيب. الآن هذا الموضوع يجب أن يكون واضح بأن طيب. هناك هذا سنناقش في حلقة على فوضى في حلقات أخرى أم. وليس على هذا أخرى هذا في على, قتل على قتلنا على قتلنا سحي. لما يتم الدعاء بالتمويل ويتم الدعاء ب بالتدجين مش احنا متدجنين مش احنا ضد وطننا ضد وطننا القاعد بيسوي هذا الحكي اللي بقتل شاب من العسكر اللي قتل شب من العسكر العصابات التي تؤيدها والتحقيق الذي جرى انت لانك لا تريد ان تتابع نتائج تحقيق طبي قال انه الشاب كان واقف في الجهه اللي كانوا واقفين فيها القوات طب اسمح لي استاذ مش في الجهه استاذ المقابله استاذ ياسر لمجموعه من اطلقوا النار استاذ ياسر يعني عشان. نتائج التحقيق ستخرج عندكم ستخرج. هاي شفوه. قضيه اخرى ولكن وإنكم. استاذ ياسر كله كلمه يام. اخيره ارجو في صلب موضوعنا كلمه اخيره وفي 30 ثانيه شو معنى حريه التعبير وحريه الراي والحق في يعني حريه التعبير ممكن حدا يقرا على الانترنت ومعناها بس انا اللي بدي استغل 30 ثانيه لرساله آه هي رساله حقوق الانسان اللي نوجهها لكل الـ اذا كان في اطراف طبعًا. يعني انا بديش اكون حكم ولا اكون لانه انا بمثل مؤسسه رسميه يعني اللي بدي احكي انه الحق في التجمع السلمي يجب ان يصان ويجب ان يكفل واكبر مسؤوليه تقع على الاجهزه الرسميه للدوله والسلطات المختصه ويجب عليهم عدم اخذ مبررات سواء شتائم سواء تصرفات خارجة عن النمط الاجتماعي أو عن التقليد الاجتماعي أخذها وسيلة من أجل قمع حق الناس في التعبير عن رأيهم واللي, واللي مظلش عندهم إلا طيب. المساحات الصغيرة في شوارعنا من أجل التعبير عن رأيهم طيب. هذه آه رسالة أنا بتمنى أنها تصل وكمان طلب اخير ممكن نطلب احنا بالاطار الرسمي انه يكون في تروي وعدم احتقان وعدم عدم احتقان من من المؤسسه مؤسسه الدوله الفلسطينيه طيب وان شاء الله بتقوم الدوله, يعني سيادة يعني الدولة وزعت على سياده كامله يعني اسمحوا لي اسمحوا لي هذه حلقه اسمحوا لي اكيد رح رح لا لا اسمحوا لي يعني اضرب كفو عدل طقيه هاي بتضرب لا يوجد اشاره انكم ضربتوا هيا هيا هاي مفتعله, مفتعلة؟ انت افتعلتها كيف صدقك؟ هيا هيا يا يعني نترك نترك, 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 شرطي. نترك بين بين كولو كولو <ستافي> هذا، نترك هذا، نترك هذا مسلم يا هذا بس، مسلم يا بامكانك الجهه بامكانك, بإمكانك حكي اذا في عندي جهه اشكركم جميعا بامكانك ان تتوجه بشكوى حسب ضد القانون إيه؟ ضد عشان تحكم شرطي بسيط وينترك اللي بيتهمونه يا عمي أنا. انت شو اللي بدك يعني هاي البل... هيك العالم كلامك بدك واحد انضرب واحد انضرب مد الحلقه ساعه خليني بقدرش امد الحلقه بقدرش امد الحلقه للاسف ولكن قاعد بحلقه اعزائي المشاهدين يعني بشكر كل اللي شاركوا معنا كل الشكر لكم اعزائي المشاهدين الى اللقاء في الحلقه المقبله السلام السلام عليكم ورحمه الله